مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سعداء بلقياكم في حلقة اليوم من برنامج خير وجليس على قناة فاس تي في ان. كما عودناكم غادي نتلاقاو ضيوف جداد اللي غادي يتقاسموا معنا كتب قراوها. ضيوفي لهذا اليوم هو الطالب إبراهيم بوراس. مرحبا بك سي إبراهيم، شرفتينا في برنامج خير وجليس. والطالب سي محمد القاسمي، مرحبا بك سيدي محمد، الله يبارك فيك، شرفتينا انت كذلك في برنامج خير وجليس. اليوم جيتوا باش تقاسموا معنا كتب قريتوها، مرحبا بكم. الوغ نبدا بسي إبراهيم. سي إبراهيم، الكتاب اللي غادي تقدمنا اليوم هو بعنوان لا تحزن للدكتور عائض القرني. لا تحزن للدكتور عائض القرني. نبدأ عن الكتاب وعن المؤلف إلى ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قد اختارني الله عز وجل اليوم لأشاطركم وأقاسمكم كتابا قرأته فآثر إعجابي، ولا زلت أتحين الفرص لإعادة قراءته مرة أخرى إن شاء الله عز وجل، وهو كتاب لا تحزن للدكتور عائض القرني، عائض بن عبد الله بن عائض القرني. له أكثر من 800 شريط إسلامي في الخطب والمواعظ والدروس والمحاضرات، حفظ القرآن وحفظ لجانبه الكثير من الأحاديث، وذلك ما يقارب 500,000 حديث. له اطلاع على أهم علوم الدين كعلم الفقه والنحو والتفسير والبلاغة وغير ذلك من العلوم التي تساعد على فهم الدين في بصفة عامة، وذلك نابع من رغبته القوية في التعلم والتقدم نحو الأمام. وله مؤلفات عديدة من بينها الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه، فقد تناول فيه الكاتب العديد من المواضيع التي تهدف في نهاية المطاف إلى هدف واحد، حيث تحدث فيه عن مواضيع مختلفة تجعل القارئ لا يشعر بالملل، لا سيما عندما تقع عينيه على مواضيع تزعزع القلوب صراحة، كعنوان يا الله، فهو الاسم الذي ينادي به كل تائه، كل مستغيث، كل محتاج، كل يائس، كل طالب للنجاة، لأن التضرع إلى الله بالدعاء هو السبيل الوحيد للنجاة. وكذلك له عناوين أخرى كعنوان فكر واشكر، ما مضى فات، اترك المستقبل حتى يأتي، إن مع العسر يسرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني مواضيع لا تعد ولا تحصى، فهي مواضيع صراحة تجعل القارئ يشعر أنه في أمس الحاجة إليها، وبالتالي لا يجد بدا من أن يعيرها كامل اهتمامه، وخاصة أن الكاتب تحدث عنها بأسلوب شيق يجعل القارئ يحافظ على نفس الشغف الذي ابتدأ به أول الكتاب. ولذلك صراحة كل واحد منا يحتاج إلى خوض تجربة عميقة داخل كل معنى من معاني كتاب لا تحزن، خاصة في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الأبرك، كي يتجدد ويستبشر ويتفائل الإنسان ويجدد إيمانه من جديد. فهو كتاب كما قلت مليء بالنصائح المحفزة، يعتنى بالجانب المأساوي من حياة البشرية جمعاء، جانب الاضطراب والقلق وفقد الثقة والحزن والهم والغم وغير ذلك من المشاكل التي يصادفها الإنسان في حياته اليومية. ولكن الجميل في الأمر أنه لا يخلو موقف في هذا الكتاب من الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية والحكم الدقيقة، كما أدرج فيه الكاتب نفحات من قصيد كبار الشعراء ووصايا جهابذة الأطباء ونصائح الحكماء وتوجيهات العلماء. ومن بين ما أورد فيه الكاتب على سبيل المثال لا الحصري قوله حاثا على الإصرار والعزيمة، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، وقوله كذلك حاثا على عصيان أوامر النفس، من أعطى نفسه كل ما تطلب تشتت قلبه وضاع أمره وكثر همه، لأنه لا حد لمطالب النفس فهي أمارة غرارة. وكذلك قوله مشيرا إلى قصر الدنيا، إن مثل هذه الحياة الدنيا كمثل مسافر استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها، وقوله كذلك حاثا على شكر الموجود وعدم الطمع في المفقود، تعيش مهموما مغموما حزينا كئيبا، وعندك الخبز الدافي والماء البارد والنوم الهاني والعافية الوارفة، تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود، مشيرا بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، من عاش منكم آمنا في سربه أو من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مشاهدينا الكرام، من عنوان الكتاب لا تحزن
فرسالة مني ومن الطلبة الكرام لكم، لا تحزنوا فإن الله معنا. شكرا سي إبراهيم على هذه المداخلة، ومرحبا بك. ونتجه الآن مباشرة إلى ضيفي الكريم سي محمد القاسمي. سيدي محمد مرحبا بك. مرحبا، كيف الحال؟ لاباس عليكم؟ إذا سي محمد، الكتاب اللي غتهضرنا عليه اليوم هو بعنوان الرحيق المختوم، مختوم للكاتب الهندي. للكاتب الهندي صفي الرحمن المبارك فوري، الحائز على الجائزة الأولى من بين 71 و100 كتاب في مسابقة أجرتها رابطة العالم الإسلامي في باكستان سنة 96 و300 و1000. إذن أهم النقاط اللي تحدث عليهم الكاتب في الكتاب ديالو، أهم النقاط التي تكلم عليها الكاتب في كتابه، أهم شيء هي السيرة النبوية الشريفة، لكن قبل ذلك تحدث على موقع العرب في الجزيرة العربية وديانتهم وطبيعة الحكم والإمارة فيهم، ثم بعد ذلك تكلم على نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته وحياته قبل البعثة النبوية، تلا ذلك بالحديث عن العهد المكي، الدعوة في العهد المكي، والتي قسمها إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى هي الدعوة سرا وقد دامت 3 سنين. المرحلة الثانية هي الدعوة جهرا وقد دامت 10 سنين. المرحلة الثالثة هي الدعوة خارج مكة، وتتمثل في الهجرة إلى الطائف وعرض الدين الإسلامي على الأمم في الأسواق الموسمية وكذلك في الحج. ثم بعد ذلك تحدث على الدعوة الإسلامية داخل المدينة المنورة. رحلة المكية تكلم الكاتب على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع له من معجزات أثناء الهجرة مع صديقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بعد ذلك تحدث على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة إقناعه للناس للدخول إلى الدين الإسلامي. ختم كتابه بالحديث على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأهم الأخلاق التي امتثلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحدث عن أسرته وأهل البيت. سي محمد، علاش اختاريت هذا الكتاب بالضبط؟ وشنو اللي عجبك فيه بالضبط؟ فبمناسبة رمضان الأبرك أردت أن أشارك هذا الكتاب لأنه من أهم كتب السيرة النبوية، ليس بالطويل الممل ولا القصير المخل. وكما نعرف في زماننا الآن الإنسان لا يقبل على قراءة الكتب الطويلة، لهذا أردت أن أشاركه مع إخواني. شكرا سي محمد على المشاركة ديالك، وشكرا سي إبراهيم كذلك نورتنا في بلاطو خير وجليس على قناة فاس تي في 1. مشاهدينا الكرام، نأتي إلى نهاية الحلقة، نلقاكم في حلقة أخرى مع ضيوف آخرين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.